السلام عليكم أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في حصة أخرى من حصص تعلم السوربان في سلسلة جديدة إن شاء الله اللي غنشوفوا فيها أشياء جديدة. شفنا في الحلقات الماضية مستويات السوربان اللي هضرنا على الكيو من الكيو 10 حتى الكيو 1، وشفنا كذلك شعار السوربان إلى بقيتوا عاقلين عليه حاولوا ديروا لا ريبيتيسيون ديالو في كل حصة. إذا وشفنا بعض المصطلحات اللي غنقدروا نلقاوهم في لي كومبيتيسيون، وشفنا في الحلقة الماضية ما يسمى بواحد الحالة خاصة اللي نقدروا نلقاوها في الجمع المركب والطرح المركب، وسميناها بتقنية الباب المغلق. يعني فاش كنصادف واحد الباب مغلق وما كنقدرش نتسلف خرزة من الجار ديالي الأول، اشنو تندير؟ تنفتح الباب المغلق وكنمشي عند الجار ديالي الثاني اللي هو عمود المئات، وكنتسلف منه 10، وكنستعمل بطبيعة الحال أصدقاء 10 وأصدقاء 5. كيف ما قلت في الفيديو السابق، الاطفال اللي ما شافوش اصدقاء 10 او ما حضروش معنا الدرس ديال اصدقاء 10 واصدقاء 5 وما عارفينش شنو نعيب بهم وكيفاش يمكننا نستعملوهم في العمليات الحسابيه، رجعوا للفيديو السابقين وشوفوا اصدقاء 10 واصدقاء 5 باش تواكبوا معنا الحلقات، لانهم ضروريين واساسيين، وخصوصا في هذه التقنيه ديال الباب المفتوح والباب المغلق، وكذلك في الضرب والقسمه. في الضرب والقسمه غنحتاجوا اصدقاء 10 واصدقاء 5 بكثره، اذا ضروري خصنا نضبطوهم. إذن وديجا درنا فيهم تمارين تطبيقية، حاولوا تعاودوا ديروا دوك التمارين التطبيقية مرة باش تحاولوا ترسخوهم في الدماغ ديالكم. إذن دابا شفنا الباب المغلق، غنشوفوا الباب المفتوح. اش نقصدوا بالباب المفتوح؟ وكيفاش هذا الباب مفتوح؟ واشنو الحالات اللي يمكن لينا نلقاو فيهم الباب مفتوح؟ مثلا عندنا العملية الأولى، شوفوا معايا، هي 203 ناقص 9. يعني تاخذ المعداد ديالك دير عملية التصفير وغتحاول تنزل هذه العملية على مستوى المعداد. 203 ناقص 9، حاول تلقى النتيجة باش منين نديرو الحل هنا نشوفو واش قدرتي تلقى النتيجة أو لا. واش أنت فهمتي الباب المفتوح؟ الباب المفتوح عكس الباب المغلق. هنا في الباب المغلق إذا عقلتو كنا كنلقاو الباب مغلق، هذا عمود العشرات مغلق، مكنقدروش نتسلفو منه، كنمشيو لعمود المئات باش نتسلفو. باش نمشيو لعمود المئات شنو كنديرو؟ كنحاولو نفتحو الباب اللي هو عمود العشرات. كنجي لعمود العشرات وكنفتح الباب بهاد الطريقة، يعني كنهبط لواحد الخرزة الأحادية والخرزة الخماسية متبقاوش مفعالين، وكنمشي لعمود العشرات وكنضيف 10 أو نضيف 20 أو على حساب شنو العدد اللي باغي نضيف أنايا. هنا في تقنية الباب المفتوح العكس. مثلا غنمشيو للعملية الأولى، 203 متلوها معايا دائما من اليسار إلى اليمين، 200 الخرزة الأحادية كندفعوهم بلو بوس وكنسحبو بلانديكس، 203 ناقص 9. إذا هنا لاحظوا معايا، قبيلة فاش كنا كنهضرو على الباب المغلق، فاش درنا 393 زائد 8 كان عندي عمود العشرات مفعل، كان الخرزة الأحادية كلهم في الأعلى، الخرزة الخماسية في الأسفل. دابا لا، عندنا الباب أو الجار الأول مفتوح، فهم؟ إذا سهل عليا دابا انني نقز من العشرات نمشي للمئات ونتسلف منها. اذا نبقاو في العمليه، 203 ناقص 9 ها هي 203، وخصني نقص 9. هنا 9 من غنقصها من الوحدات، هنا خصني نقوم بطرح 9. اذا هنا ما يمكنش ليا باش نطرح 9 نرجعوا للاصدقاء 10 او ناقص 10 ناقص 9 اش كتساوي ليا؟ هي ناقص 10 زائد 2 نقص 10 او زائد 1 عفوا، ناقص 10 زائد 1. اذا هذه هي ناقص 9 في اصدقاء ناقص 10. هنا باش نقص 9 خصني نقص 10 ونزيد 1. باش نقص 10 خصني نمشي لعمود العشرات. هنا واش عندي 10؟ ما عنديش 10. هنا في عمود العشرات عندي 0، اذا ما يمكنش لي نقص منه 10. دونك شنو غندير؟ خصني نمشي للجار الثالث اللي هو عمود المئات، هو اللي غادي نقص منه 10. ولكن ماشي غير غادي نجي وننتقل للعمود الثالث في الباب المغلق. باش ننتقلنا للعمود الثالث فتحنا الباب عاد مشينا للعمود الثالث. هنا في الباب المفتوح الا كان مفتوح غنسدو الباب ونطلعوا الخرزات الاحاديه ونبطوا الخماسيه، عاد نمشيو لعمود المئات وتما غادي نقصوا 10 وغنزيدوا 1 في عمود الوحدات، وغتخرج لي النتيجه هي شحال؟ القراءة ديالكم نتوما تخي بيان، هي 194.
هي 194. حسن جدا. دابا غنمشيو للعمليه الثانيه وغتحاولوا ديروها نتوما اللي هي 102 ناقص 8. بنفس الطريقه 102 ناقص 8 غنطبقوا فيها الباب المفتوح. 102 اذا حاولت نزل 102 على مستوى المعدل تخيبيا 102 غتمثل كذلك من اليسار 100 صفر في العشرات 2 في الوحدات. دابا خصني نقص 8 طرح 8 طرح الرقم 8. اذا باش نطرح الرقم 8 نرجعوا الاصدقاء ناقص 10 ناقص 8 شنو هي؟ هي ناقص 10 زائد 2. شفتوا دابا شحال مهمين اصدقاء 10 واصدقاء 5؟ ضروري خصني نكون ضابطهم لان العمليات الحسابيه كلها تقريبا غنحتاجوا فيها اصدقاء 10 واصدقاء 5، ما غنبقاوش نخدموا بالبسيط. اذا ناقص 8 عندي 102 ناقص 8 102. باش نقص 8 اشنو خصني ندير؟ خصني نقص 10 ونزيد 2. اذا باش نقص 10 في عمود العشرات ما عنديش، علاش؟ لانه عندي صفر. اذا شنو خصني ندير؟ خصني ننتقل من هذا الجار الاول الى الجار الثالث. اذا باش نقص من هنا 10 هو اللي فيه 10، اشنو خصني ندير؟ الباب كيفاش داير باش ننتقل من هنا لهنا؟ الباب عندي مفتوح. اذا شنو ندير؟ تنقوم بغلق الباب بالخرزات الاحاديه والخماسيه، عاد كنمشي للباب الثالث اللي هو المئات وتنطرح منه 10. شحال غنزيد؟ 2 في عمود الوحدات. وتخرج لي النتيجه شحال؟ تري بيان، هي 94. 94. العمليه الاخيره، العمليه الاخيره حتى هي تبعوا معايا فيها مزيان، ولكن غتحاولوا معها انكم ديروها بوحدكم في المعداد عاد نشوفوا التصحيح. 402 ناقص 6. 402 ناقص 6. 6. حاول تنزل 402 ومن بعد نشوفوا كيف غدير الطرح ديال 6 باستعمال تقنيه الباب المفتوح. اذا 402 نكتبوها من اليسار نحو اليمين، العشرات 0 2 في الوحدات. ناقص 6، ناقص 6 في اصدقاء ناقص 10، شنو قلنا كتساوي؟ ناقص 6 هي ناقص 10 زائد 4. ناقص 10 زائد 4. اذا خصني نقص 10 ونزيد 4. يعني باش نقص 10 هنا ما يمكنش ليا حتى ما عنديش 10، الباب مفتوح. اذا خصني نمشي للعمود الثالث اللي هو ديال المئات ونقص منه 10 او نتسلف منه 10، عاد ديك الساعه يمكن ليا نقص 4. اذا باش نمشي ننتقل من العمود الوحدات العمود المئات اشنو خصني ندير؟ كاين عندي باب مفتوح خصني نسدو ضروري. اين فوا تلقى باب مفتوح وباغي تسلف من المئات اشنو غندير؟ تنسد الباب. الا كان الباب مغلق اشنو غندير؟ تنحل الباب عاد تمشي لعمود المئات. اذا غنسدو الباب ديال العشرات وغنمشيو للخانه او عمود المئات وهو اللي غادي نتسلفوا منه ناقص 10، غنطرحوها من عمود المئات. واشنو خصنا نزيدو؟ نزيدو 4. اذا هنا في عمود الوحدات خصني نزيد 4. انا ما عنديش 4، عندي فقط اللي بقاو عندي الخرزات اللي بقاو عندي جوج خرزات احاديه، يعني غير 2. هنا غنرجع وغنمشي نستعان باصدقاء زائد 5. اش كتقول لي اصدقاء زائد 5؟ زائد 4. الا بغيت نزيد 4 اش باش ندير؟ تساوي زائد 5 ناقص 1. غنمشي لعمود الوحدات باش نزيد 4 غنزيد 5 وغنقص 1. النتيجه المحصله عليها في هذه العمليه هي 396. 396. اذا هذه هي تقنيه الباب المفتوح. اذا الباب المفتوح شنو تيقول لي؟ الا بغيت نتسلف من العشرات ولقيت الباب مفتوح ما عنديش من نتسلف، كنسد الباب وكنمشي لعمود المئات. الا كان الباب مغلق اش باش ندير؟ تنحاول نفتح الباب عاد كنمشي لعمود المئات ونتسلف منه. اذا هاد جوج تقنيات مهمين جدا وغنلقاوهم بزاف في العمليات المقبله، حتى ملي غندخلوا لجدول الضرب غنلقاو نصرفوا تقنيه الباب المفتوح والباب المغلق. اذا حاولوا الحصه المقبله ان شاء الله نحاولوا نديروا تمارين تطبيقيه ونشوفوا كيفاش يمكن نطبقوهم بكل سهوله. اذا التمارين 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 باش نضبطوا هذه التقنيات ونمشيو لمستويات ارقى ان شاء الله في الصروبان. والسلام عليكم.